وأبو علي ما يترك شيعته. أبو علي ما يقصر ويا المحبينها، إذا يلا بالدمع يا مؤمن. ما يقصر أبو علي يحضر الشيع بحفرته، وعد منا في الشدايد ما يخلي شيعته، حتى لو راسا عزل في كربلاء عن جثته، والعدا بخيولها طحنت له عظام الصدى. والله لا تخاف يا شيعي انا العطشان برويك، ما انت اللي بالماتم تنادي ويلي عليك، تبكي على مصابي يا شيعي شلون اخليك، ولاجلي يا شيعي لابس ثياب الرزيه.